تحديات كبيرة، نجاحات، إخفاقات، تقصير أكيد، ولكن محاولات جادة من زمايلي سواء مسؤولين سابقين أو من خلال زمايلي المسؤولين في وزارة الصحة وكل العاملين في القطاع الصحي الحقيقة مقدمي الخدمات الصحية، محاولة واجتهاد علشان نقدر نحن نحسن من حياتنا ونحسن من أدائنا على قد ما نقدر في ضوء الإمكانيات المتاحة. هي حكاية صحة مواطن مصري من أول ما يتولد لحد ما يتوفاه الله، مروراً بكل المراحل العمرية اللي احنا ممكن نتخيلها. مفيش بيت، مفيش إنسان على وجه الكرة الأرضية عامة ومصر تحديدا ما بيحتاجش لعلاج، والعلاج مكلف والعلاج غالي، والعلاج ممكن يوصل إنسان من أنه مقتدر إلى أنه هو يخش في الفقر. وده مش كلامي، ده كلام كل المؤسسات الدولية. إزاي الدولة اللي ممكن تعتني بمواطنيها تحاول تساعدهم علشان ما ينتقلوش من القدرة إلى الفقر مجرد أن هم بيصرفوا من جيبهم على الخدمات الصحية. التحديات كانت كبيرة من 2014 ل 2023. الشكل أمام حضراتكم على اليمين هو شكل المستشفيات اللي كانت موجودة في هذا التوقيت ولا زالت، وأنا يعني عندي شجاعة أن أنا أقول أن إحنا عندنا أكثر من 700 مستشفى، عمرهم في منهم اللي بقاله 100 سنة و 125 سنة و 130 سنة. ما حدش يقدر يقول أن إحنا في 9 سنين هنقدر أن إحنا نغير الشكل من الشكل اليمين للشكل الشمال، لكن إحنا الحقيقة اجتهدنا، وكل ما بنعمل مشروع جديد أو بنرفع كفاءة أو بنغير من مستشفى قائمة بيبقى عندنا كود جديد وعندنا توجه جديد إزاي نقدر نصل بمستشفياتنا للي إحنا نتمناه طبقا لمعايير الجودة وطبقا للاعتمادات الدولية والمحلية علشان منظومة التأمين الصحي الشامل. إذن التحديات كانت كتير، طبعا أشهرها وأكثرها طبقا أنا بتكلم على خدمات مكلفة جدا، مكلفة في إنشاءاتها، مكلفة في تجهيزاتها، مكلفة في الدواء اللي بيستخدمه المريض، مكلفة في كل شيء. وبالتالي الأرقام اللي حضراتكم هتشوفوها على الشاشة خلال العرض هي أرقام مش مبالغ فيها، هي أرقام حقيقية، وهي دي اللي الدولة المصرية عملته من خلال إمكانياتها من 2014 ل 2023. لكن ضعف التمويل والتركيز على العلاج، احنا كنا بنتعامل مع المريض لما يعيا ويحصل له مشكلة ويروح المستشفى نبتدي نعالجه، لكن مش الدول ما بتشتغلش وبتتقدمش صحيا بالشكل ده، بتتقدم لما تبقى عاملة احتياطات وعاملة مبادرات تقدر انها تكتشف المرض في مراحله المتقدمة او مراحل البدري علشان تقدر انها تتعامل مع المرض بنسب نجاح عالية. وهو هنا الفرق ما بين مبادرات الصحة العامة وما بين ان انا اكون كل همي ان اتعامل مع المشكلة وطفي الحريقة او اتعامل مع المريض جوه المستشفى. وده نقلة نوعية من 2014 للنهاردة انتهجتها الدولة المصرية من خلال ما يسمى المبادرات الرئاسية للصحة العامة اللي نقلت الخدمات الصحية والخريطة الصحية في مصر نقلة تانية خالص. العلاج على نفقة الدولة قوائم الانتظار، لسه بنقول مش كل الناس قادرة، احنا حتى بنشوفه مع سيادة الرئيس في لقاءاتنا، يعني مش حتى الناس اللي متوسط الحال اللي عنده وظيفة، ولكن عندما يتعرض إلى مرض أو يتعرض إلى إجراء جراحي مكلف هو في النهاية ما يقدرش يعمله، ولو حب يعمله هيضطر ان هو يتخلص من بعض الاشياء الضروريه في حياته علشان يروح يعمل عمليه قلب مفتوح او يعمل او يعالج من اورام او ما شابه ذلك. اين دور الدوله في هذا الوضع؟ وده كان ايضا نجاح من نجاحات الدوله المصريه في 2014 ل 2023 انها تبقى موجوده خلف كل مواطن. طبعا الاداره والحوكمه والتغطيه التامينيه، احنا طول عمرنا عندنا تأمين صحي من يمكن من سنة 62 أو 63، لكن بيتعامل مع الموظف وليس مع العائلة، وبالتالي كان التأمين الصحي مجرد بيتعامل مع فئة من المجتمع. طب ماذا عن الذي لا وظيفة له ولا دخل له منتظم؟ هل ده كان مغطى؟ هنا الفرق ما بين منظومة التأمين الصحي الشاملة الجديدة اللي أطلقها سيادة الرئيس أيضا في 2019 عشان تبقى مظلة تأمينية لعلاج كل المواطنين على جمهورية مصر العربية أيا كان طريقة عمله أو دخله. والقضية السكانية سيادة الرئيس اتكلم فيها، وإحنا كان عندنا مؤتمر بيقول إن ما يتم من خلال الزيادة السكانية يلتهم كافة المصادر التنمية، وإحنا كقطاع صحة أكيد عدد المستشفيات اللي اتعملت سنة 50 اللي كانت موجودة لحد دلوقتي
مش ممكن هتقدر انها من 25 مليون مواطن في هذا التوقيت تقدر ان هي نفسها المستشفيات تتعامل مع 105 مليون مواطن. إذن القضية السكانية هي قضية حاكمة جدا في القطاع الصحي نتيجة يعني الاحتياجات الضرورية والأساسية من أول التطعيم لحد الأمراض المزمنة اللي ممكن نتعامل فيها خلال حياتنا. وهكذا ضعف توزيع الخدمات، ممكن نكون نشوف الصعيد ما عندوش مستشفيات زي العواصم الكبرى في القاهرة واسكندرية والمنصورة، لكن نلاقي في ضعف في بعض القرى وفي ضعف في الإمكانات. هل ده ما كانش على رأس أولويات سيادة الرئيس الحقيقة من 2014 للنهاردة علشان نقدر ان احنا نتوسع في المنظومة الصحية في كافة محافظات الجمهورية، بل في كل نجع وكل كفر وكل قرية. جائحة كورونا تحدي كبير أصاب مصر، وأكثر ما أصابه أصاب القطاعات الصحية على مستوى العالم. ولكن يمكن في خلال اليومين اللي فاتوا زمايلي حكوا حكاية كورونا، وأحب أكررها تاني لأن أنا كنت شاهد عيان في هذا التوقيت. لما رحنا للسيادة الرئيس في بداية، أنا أتصور كان في آخر مارس أو أول إبريل 2020، وقلنا لسيادته العالم ماشي إزاي. العالم بيقفل، العالم ساعتها دول متقدمة كبيرة دون ذكر أسماء انهار المنظومات الصحية اللي فيها، وكان هناك حالة رعب نتيجة عدم وجود كتالوج للتعامل مع هذه القضية. وكان سيادة الرئيس من خلال لجنة تم تشكيلها لمتابعة هذا الوضع مع دولة رئيس الوزراء أسبوعيا كنا بنجتمع. يمكن ناس كتير ما تعرفش كواليس التعامل مع جائحة كورونا، دعم مادي ودعم معنوي ودعم سياسي من سيادة الرئيس بالوضع ان احنا ما نقفلش ونبقى عندنا توازن ما بين التعامل مع القضية في ضوء ظروفنا الخاصة اللي لا تتحمل ان الناس تقدر تقفل، سواء اللي يقعدوا من الجامعة والمدرسة والمصانع تقفل والخطة التنمية تنتهي. كان معادلة صعبة، حطت علينا ضغط في العمل كبير جدا. حولنا مستشفيات إلى مستشفيات عزل، حولنا مدن جماعية إلى أماكن عزل، قدرنا نتعامل في ضوء إمكانياتنا ونوفر بعد كده الطعوم المناسبة علشان نقدر إن احنا نحمي مواطنين مصر، ونصل إلى أكتر من 60% من الشعب المصري تم تطعيمه بجرعات كاملة زينا زي أي دولة متقدمة. ده ما كانش أمور ممكن الواحد يعملها من غير ما يكون في قيادة سياسية بتتابع وبتدعم وبتقول للدكتور معيط شوف اللي هم عايزينه كله فيما يخص المستلزمات والمستهلكات وأجهزة التنفس الصناعي والتطعيمات، وتتجاب فورا في ظل ضائقة مالية اقتصادية عالمية. ولكن الدولة المصرية من خلال تكليف سيادة الرئيس للحكومة انها ما توفرش اي دعم ممكن يكون يفيد اي مواطن بسيط. وده كان حكاية وقصة أزمة كورونا اللي عصفت بالعالم، وأتصور إن إحنا قدرنا بشهادات دولية إن إحنا نعبر هذه المحنة بشكل في ضوء إمكانياتنا بشكل أعتبره إن هو ناجح جداً.